مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر هنا من منطقة تيكيون، وبالضبط المدارة الطرفية لمنطقة تيكيون اللي كتشهد واحد الحركية دؤوبة، وأيضا مرور مجموعة من الشاحنات الكبيرة ذات الوزن الثقيل في يعني الازدحام الكبير اللي كتشهدوا هذا المدارة الطرقية، واللي يعني كتخلف مجموعة من الحوادث السير الذين صراحة كتشهدها هذا المدارة الطرقية. إخواني الكرام، يعني هذه المدارة الطرقية تعاني من ضيق كبير، وأيضا من المرور ديال الشاحنات ذات الحجم الكبير. تمر من هذه المنطقة لأن يعني هذه الكثافة ديال حركة السير في هذه المنطقة كثيرا ما تتسبب في حوادث سير مميتة، وكثيرا يعني هذه الشاحنات اللي كتشوفوا أمامنا هي التي تعرقل يعني السير في هذه المنطقة وتتسبب في تواجيع طرقية بين الفينة والأخرى، الشيء الذي يستدعي كما كتشوفوا يعني الآن أمامنا يعني هذه الشاحنات التي يعني في عرقلة يعني هذا الطريق، الشيء اللي يعني يستدعي التفكير في منع مرور هذه الشاحنات هذه المنطقة. إخواني الكرام، كما كتشوفوا يعني هذه الشاحنة هي أمامنا الآن يعني شدة الطريق كاملة وما كتخليش يعني السيارات من المرور من هذه المنطقة بسلاسة، ما يعني يعرض السلامة لمجموعة من السائقين للخطر كما تشوفوا إخواني الكرام. يعني هذا الطريق يجب إعادة النظر فيها ومنع مرور هذه الشاحنات ذات الحجم الكبير التي صراحة يعني تؤثر كثيرا على السير العادي ديال حركة السير والجولان في هذه المدارة الطرقية، وتؤثر على السلامة ديال الكثير من مستعمل هذا الطريق. هذه يعني الطريق المحاذية للسوق الأسبوعي يعني منطقة تيكيوين، بالضبط انتم كما كتشوفوا بالضبط هذا المحطة الطرقية تيكيوين. كما شفتوا معنا إخواني الكرام، يعني واحد عرقلة كبيرة كتسبب فيها الشاحنات ذات الحجم الكبير بهذا المدار الطرقية. صراحة يعني هذه الشاحنات يجب إعادة النظر فيها، ويجب فتح الطريق ذات صراحة الطريق اللي كتسع لهذه الشاحنات والمرور ديالها عوض يعني تركها تمر يعني بهذا المدار وتهديد السلامة ديال المستعملين هذا الطريق.
هي طريق الرابطة بين منطقة تيكيوين وأكادير مرورا بأي تملل. أصبر لي.